يعني مثل الشيخ خالد قال انه هو بيشارك مثلا في اي ناس ثانيين نحن بنقدر نروح نشارك، لان الشيخ خالد له فضل كبير علينا يعني كبير يعني صراحه، يمكن مش علي على كذا متسابق يعني من متسابقين الدرج فئات اللي يسافرون. طبعا نوجه تحياتنا للشيخ خالد بن حمد آل ثاني، هو رئيس نادي قطر للسرعة ورئيس فريق العنابي أيضا، على يعني قطعوا نادي قطر قطعوا خلال سنة أو خلال عام واحد من المسافات الكبيرة. بدر لازلت معي على الهواء؟ بدر كل الشكر لك. أريد أن أسألك سؤال أخير بدر، أهلي في الموسم القادم من سيمثل كراج؟ يعني فريق فورمولا، فريق فزاع، فريق آخر؟ لا والله السنة إن شاء الله بمثل نادي قطر إن شاء الله. يعني نادي قطر أم الفريق العنابي؟ لا نادي قطر. نادي قطر لسباقات السرعة. نعم بالضبط. كل التوفيق لك بدر أهلي. السيارة التي ستشارك فيها الموسم القادم هي نفس السيارة الموسم الماضي أم هناك جديد؟ لا والله هي نفس السيارة، وأخذ السيارة الشيخ خالد إلى الولايات المتحدة وجرى فيها تعديلات وطورها كثير يعني بكل أمانة، وعدل فيها في شغلات كثيرة أساس ان شاء الله الموسم الجاي نقدر ان احنا ننافس ونكون يعني اكون من المنافسين، يعني مش مجرد اني انا اشارك وخلاص، يعني لان وقفت فتره من الرياضه، يعني ما بقول لك فتره طويله، هاي الرياضه مشكلتها اذا وقفت فيها نص موسم يعني خلاص قطار وطاف عليك، يعني ما تقدر تلحق. وشكرا جزيلا لك بدر، لا أريد أن أطيل عليك. في أمريكا ستذهب للمشاركة أم للحضور؟ لا للمشاركة. لا 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 ليس للمشاركة، مشاهدة. ماشي، شكرا جزيلا لك بدر، أتمنى لك التوفيق في الموسم المقبل، وأتمنى أن نراك على حلبات الإمارات موتور بليكس وحلبات قطر وحلبات البحرين أيضا. أستاذ سعيد، سمعنا إلى بدر أهلي يعني تحدث عن الدراج ريس بشكل عام، كنا نتحدث عن الدراج ريس في الإمارات أيضا، في البحرين كان هناك الموسم الماضي ربما يعني كان في اعتراض بعض الأحيان بين جولات الإمارات وجولات البحرين، تضارب المسابقين بالتأكيد يفضلون جولات عن أخرى، هذا أمر يتحكم في مبلغ أو الجائزة المالية المقدمة لأصحاب المراكز، الحضور الجماهيري، الدعم يقدم في الحلبات ذات الجماهيرية. موسم البحرين الماضي أنتم شاركتم بموسم البحرين ولديكم فريق توب سبيد، لديكم تمثيل قوي في البحرين، حدثنا عن موسم البحرين الماضي. والله موسم البحرين الماضي بالنسبة لفريق توب سبيد طبعا كان موسم بالنسبة لنا جيد جدا، يعني لأن في 7.5 قلت لك جبنا أحسن زمن، وعندك في المتسابق سعد المران طبعا أحرز المركز الأول في فئة الست سلندر، وكانت عندنا مشاركات من بداية الموسم يعني كانت جيدة يعني، بس طبعا أنت في بعض الأشياء يعني نحن كفريق يعني نشارك بالعديد من السيارات، ما نقدر نخلي كل السيارات في كل الجولات في كل الدول، فنشوف السيارة اللي عندها نقاط زيادة خلاص تكمل مثلا المشوار. هذا بالنسبة لفريق توب سبيد، بس طبعا بالمشاكل اللي سمعتوا فيها كانت بالنسبة للفرق الكبيرة طبعا، لأن نحن فريقنا كان صغير فقوة سياراتنا ما كانت توصل نفس قوة سياراتهم يعني، بس المشكلة كانت في الحلبة في الترك. في الترك إيه، في الترك كانت في مشكلة يعني، بس يعني الشباب يعني البحرينيين يعني إن الحين في إصلاح الترك وهذا وبيجهز في خلال يعني هذا الأسبوع الجاي يقولون بيضربون يعني أول هذا، بس العتب على إخواننا البحرينيين طبعا، هم إخواننا وأعزائنا وحبايبنا، بس الجدول الله يخليكم نزلوا قبل يعني أساس نحن نجهز نستعد نقدر نشارك، يعني لن نقول جهزوه قبل، ربما هو يعني صدر الجدول الآن لكن أول جولة قريبة جدا ربما، والله يعني لو صدر الجدول الآن وأول جولة في منتصف الشهر القادم ربما كان هناك فترة للتحضير. والله هو لو نزل يعني شو اسمه الجدول قبل شهر أو شهر ونص وكان أكيد
احسن من انه ينزل مثلا قبل اسبوعين والتاكيدات تجيك يعني في النت نقراها يعني. على كل حال كان من المفترض أن نأخذ مداخلة هاتفية من رئيس نادي البحرين لسباقات السرعة الأستاذ فهد تقي، نوجه له كل التحية، هو متواجد حاليا في ألمانيا لأسباب خاصة. على كل حال نوجه لهم تحية على أن نلقاه في جولات مقبلة. معي الآن على الهاتف المتسابق البحريني من فريق بحرين فورمولا بحرين اف 1 المتسابق علي أريان. علي أريان مساء الخير ومرحبا بك على قناة جير ون. مرحبا فادي، إن شاء الله خير، وأمسي بالخير على أخوي سعيد، وأقول مبروكين على كل النتائج الطيبة اللي انجزتوها في خلال سنة واحدة. الله يمسيك بالنور أخوي علي، وأنت طبعا بطل معروف ويعني وعزيز وغالي في قلوبنا، وسواقتك ورياكشن طبعا أكثر شيء عايبني فيك طبعا. لا ان شاء الله ان شاء الله موفقين، ان شاء الله نشوفكم في فئه البرومود وتكونون يمنا على الستارت ميلان ان شاء الله. يا رب عليك، يعني من اول سنه يعني في البلور يعني صراحه كنت شرس يعني في المنافسه، وهذا الشيء يعني انه يطلع منك انت كمتسابق خليجي بحريني طبعا كان هذا، ولك معزه خاصه يعني في حبنا للمتسابقين كلهم يعني. علي بالنسبة لفريقكم فريق بحرين اف 1، يعني الكل يعرف أن هذا الفريق تقتصر المشاركة فيه على فئة البرومود. الموسم الماضي كانت نتائجكم يعني ممتازة جدا بالنسبة لحلبات البحرين، ما هو جديدكم للموسم المقبل؟ إن شاء الله بنكون جاهزين حق الموسم الجاي. طبعا البطولة بتكون متحاصرة بين مملكة البحرين ودولة قطر، فإن شاء الله تكون المشاركة من خلال البطولتين طوال الموسم. في نفس الوقت سمعنا أن في بطولة تكون في شهر 1 اللي هو يناير في حلبة أبوظبي الفورمولا 1، فإن شاء الله إذا البطولة هذه بتكون موجودة وبتكون وقت يناسب الفريق أنه يكون متواجد، إن شاء الله بنكون حاضرين إن شاء الله. إن شاء الله. لماذا غبتم عن موسم الإمارات موتور بليكس علي؟ طبعا مو بس بحرين وان غاب عن السباقات أم القوين، بالعكس حلبة أم القوين من أحلى الحلبات اللي عندنا وقريبة علينا صراحة، فالمشكلة كانت في تضارب الجدول نفسه بين البحرين وقطر ومن القيوين صراحة. فمثل ما ذكر قبل شوي أخوي سعيد أن نتمنى من الإداريين في الثلاث نوادي هذه يجلسون على طاولة واحدة ويطلعون لنا جدول أو يخلون جدول لنا يعني لا تتعارض أي